أم صهد وهبة مع النشرة الجوية، رح نطمن مع بعض على أحوال الطقس، ورح يكون معنا اتصال بعد شوي مع المقدم إياد العمر لنطمن برضه لتفاصيل أكثر عن أحوال الطقس اليوم. هلا احوال الطقس اليوم رح تكون الطقس بارد، رح يكون في امطار، رح يكون في جليد وصقيع، وبعد شوي رح ناخذ بالتفصيل من المقدم اياد العمر احوال الطقس، رح نرجع لكم. الو، صباح الخير رائد. صباح الخير، كيف الحال؟ حي الله، يا هلا رائد. بنحب نعرف منك ونتطمن مع بعض على أحوال الطقس والشارع الأردني. نعم، صباح الخير. أنا لما سمعت إياد العمر ففكرت أن تحكوا مع الدفاع المدني. على كل، صباح الخير لنا لكم، وصباح الخير لجميع المشاهدين. طبعا بالنسبة للأجواء، لا تزال الكتلة شديدة البرودة القادمة من سيبيريا باتجاه مناطق شرق المتوسط تؤثر على المملكة، وبالتالي متوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل عام قليلا اليوم، بحيث تصبح الأجواء شديدة البرودة. نعم. وبمشيئة الله تتساقط زخات من الأمطار، تكون أحيانا على شكل زخات من الثلج على المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، ولكنها لن تكون مؤثرة، بينما تتراكم بشكل محدود على المرتفعات الجنوبية الشرقية. وطبعا منذ ساعات الفجر شهدت مرتفعات لوائي الشوبك في معان والقادسية في الطفيلة، وأيضا بعض أجزاء من مرتفعات الشمال مثل مرتفعات راس منيف زخات من الثلج. كان هناك تراكمات محدودة بالقادسية وأيضا بالشوبك. هذه الحالة طبعا إذا راح تكون يرافقها رياح شمالية غربية معتدلة تنشط في بعض الفترات. نعم. درجات حرارة منخفضة عظمى اليوم في العاصمة عمان 6 درجات بالنهار، تنخفض ليلا إلى درجة ما بين درجة إلى درجتين تحت الصفر. أما بالنسبة للمرتفعات الجبلية العالية سواء بالشمال أو بالوسط أو بالجنوب، متوقع أن تسجل العظمى 3 درجات، تنخفض ليلا إلى حوالي أيضا 3 درجات تحت الصفر. وطبعا هناك توقع أيضا أن تشمل زخات الثلج بعض أجزاء من البادية، خاصة فترة الليل، البادية الشمالية على شكل زخات من الثلج مثل منطقة دير الكهف بمحافظة المفرق، وأجزاء من أقصى شرق منطقة طريبيل بالحدود العراقية مع الأردن. هذه المناطق قد تشهد في ساعات اليوم الليل زخات من الثلج. نعم نعم، تفضلي لنا. رائد، السؤال هو تأثير هذا المنخفض رح يدوم اليوم وغدا ولا أكثر من هيك؟ طبعا الحالة هاي بالنسبة لنا أو بالنسبة للتحليلات اللي موجودة وتشير إلى أنه هاي الكتلة شديدة البرودة سيبيرية المنشأ ستستمر تأثيرها غدا الاثنين أيضا على المملكة. نعم. وبالتالي أيضا تستمر الأجواء شديدة البرودة غدا. نعم. بمشيئة الله أجواء راح تكون غدا الاثنين غائمة جزئيا. أيضا توقع خلينا نحكي بالنسبة للزخات المطرية، قد تكون على شكل زخات متقطعة خفيفة من الثلج على المناطق الشمالية والوسطى، وتكون متراكمة بشكل أيضا محدود على المناطق الجنوبية، وأيضا راح يكون زخات على المنطقة البادية. يعني راح نلاحظ أنه اليوم الأجواء بالنسبة للنواتج لا هاي تأثير الكتلة راح يكون مثل بكرة، يعني يوم الاثنين راح يكون الزخات من الثلج بمشيئة الله. طبعا برضو الحرارة غدا راح تكون في العاصمة عمان حوالي 5 درجات بالنهار، وبالليل درجتين تحت الصفر ليلة الاثنين على الثلاثة. وطبعا هاي الحالة باعتبار انه انجمادات بفترات الليل، ليلة أحد على الاثنين وليلة الاثنين على الثلاثة، انجمادات في أغلب مناطق المملكة، تنبيهات من أخذ الحيطة والحذر نتيجة هذه الانجمادات، أيضا تنبيه من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة الضباب والغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الأرض والانزلاقات على الطرقات. ونتمنى دائما للجميع السلامة. إن شاء الله.
اي طبعا احنا متواجدين، الارصاد الجويه موجودين 24 ساعه لمتابعه التحديثات. اي مواطن احنا بامكانه يتصل يستفسر اكثر، بالاضافه بامكانه يتابعنا على صفحتنا على التواصل الاجتماعي الفيسبوك او موقع الارصاد الجويه على شبكه الانترنت. احنا طبعا موجودين، ويوميا احنا هناك نشره جويه مصوره بتنزل مرئيه على صفحه الفيسبوك الارصاد، بامكانهم ايضا يتابعوها. طبعا كثير مهم انه كل المواطنين يتابعوا الصفحه واخر التطورات. رائد شكرا لك، وان شاء الله بترجع من العقبه بالسلامه. ومع بعض مشاهدينا رح يكون معنا المقدم اياد العمر من الدفاع المدني عشان نطمن اكثر ونشوف شو الاجراءات الاحترازيه.